مرحبا من جديد الزميلة سهام وبضيوفك الكرام مجيد الخال وكذلك سي فتاح العلوي. معي واحد من النجوم ديال الفن ديزيدروس الفنان العالمي اللي حاضر من اجل التشجيع وكذلك المساندة ديال فريق الوداد. ديزيدروس مساء الخير ومرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا. فريق الوداد اكيد بانه فريق الان اللي كيمثل الكرة المغربية، يمثل كذلك كل القارة الافريقية في هذه المناسبة. كيفاش كتشوف هذه الاجواء اللي كنعيشوها خصوصا اللي يمكن رداتنا نهائيات ديال كأس العالم، الكل الان سواء ودادي او رجاوي او من اي المناطق ديال المغرب فهو حاضر من اجل تشجيع فريق الوداد المغربي. وهي بصراحه ما يمكن الا تكون اجواء احتفاليه، حنا كنظن ان تعودنا دابا على هذه الاجواء هادو ديال المقابلات الكبيره، لا بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي لكن ما قلتي في المنتخب الانجاز الكبير اللي داروا في قطر، فكنظن ان المغاربه رجعت عندهم الثقه في كل ما يخص يعني المقابلات الكبيره بحال هكا. ان شاء الله كنتمناو ان الفرحه تكون ان شاء الله مكتمله حتى الاخر ديالها. نعم، نكونوا فرحانين بانه نشوفوا هذا الجمهور بهذا الشكل، والتنظيم اللي هو تنظيم محكم خصوصا بانه المغرب اللي قدم الترشيح ديالو من اجل تنظيم كاس العالم 2030 ان شاء الله مع اسبانيا ومع البرتغال، واعتقد بانه ما نتابعوا على مستوى التنظيم زعما كيفرحنا كمغاربه. معلوم هو التنظيم كيعكس القدره ديال البلاد ديال المغرب على تنظيم تظاهرات كبيره، وهذا كيبقى يلعب في الصالح ديالنا كما قلتي بالنسبه للترشيح ديالنا في 2025 بالنسبه للكاس افريقيا ولا حتى في 2030 بالنسبه لكاس العالم. الحمد لله المغرب في السنوات الاخيره يعني قام تنظيم بزاف ديال التظاهرات كبيره لا في كره القدم ولا حتى في مجالات اخرى، وكل مره كنبرهنوا على ان احنا زعما على قد المسؤوليه باش ننظموا يعني تظاهرات في الحجم هذا. ما يمكنش يكون معايا ديزيدروس وما نخليش انه يوصل واحد الرساله فنيه كيف ما بغيتي اللاعبين قبل بدايه المباراه. صراحه اللاعبين تنقول لهم لي جوار عليكم راحنا عوال هادشي اللي كاين. كنظن ان الباركور اللي درنا هذا العام هو باركور يعني سبيسيال. اللاعبين اللي عندنا اليوم هما لاعبين اللي بزاف فيهم لاعبين اللي غيدوزوا هاد الاكسبيريونس المره الثانيه على التوالي، فكنظن انهم حاسين بالمسؤوليه وقادرين بها. النتيجه ديال الذهاب سفري ما كانتش في صالح ديالنا، ولكن فيها واحد الامل كبير اللي غادي يخلينا نلعبوا هنايا بواحد الراحه وامام الجمهور ديالنا. انت كما كتعرف هذا ملعب اللي الحمد لله انا ما بقيتش عاقل اخر مره خسرنا فيه في المنافسات الافريقيه. كنتمناو خير، انا شخصيا عندي امل كبير وعندي ثقه كبيره في الله وفي اللاعبين وفي الطاقم التقني انهم غادي يجيبوها كما داروا في 2017 كما داروا في 2022. شكرا للفنان العالمي ديزيدروس محبوب الجماهير المغربيه والعالميه، هذه كما كانت يعني دائما رساله للاعبين الجمهور المغربي ان شاء الله والجماهير الحاضره، الجماهير الوداديه حاضره بشكل قوي من اجل مسانده فريق الوداد من اجل تحقيق ان شاء الله نتيجه ايجابيه والفوز باللقب. عوده اليك زميله سهام.